الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم أن احنا عملنا كم فيديو عن الحذاء والنعل وما أدراك، ولكن بعض الناس عاوزين تحديدا الحذاء الرياضي، رغم أن اتكلمنا فيه برضو في الفيديوهات اللي فاتت، ولكن عاوزين توضيح أكتر. فاحنا هنفضل او هنوضح لحضراتكم ان شاء الله تعالى تفسير رؤية الحذاء الرياضي على كل الوجوه، للشاب وللفتاة والمرأة وللمطلقة وللأرمل وللرجل، للحاجات دي كلها، ولكن بشكل عام. ولكن ان شاء الله بعد كده اللي عاوز حاجة هنكمل تفصيليا بإذن الله تعالى. طبعا رؤية الحذاء في ذاته دليل على الشخص صاحب الرؤية يكون محبوب ومميز في المجتمع الذي يعيشه، ويكون دمه خفيف كده، مقبول، فريش، يعني بمعنى ان هو الناس بتحبه، فيها عنده البسمة، عنده التفاؤل، الناس اللي هي عايزة كده، عنده خفية، روحه طيبة، خفيف الحركة، يحب المساعدة، يقدم خدمات، ده بشكل عام. طبعا بالنسبة للحذاء الرياضي الجميل طبعا وحاجة زي كده، او لبسه مقاسه تمام للشاب، دليل على حصول العمل الذي يسعى اليه او يتمنى الوصول اليه او يتمنى العمل فيه، ده دليل على انه يعمل في العمل الذي يسعى اليه او يتمنى انه يعمل فيه. وللفتاة دليل على الحياة التي ترغب الحصول عليها من رغبات محققة وامال شخصية، امال خاصة، امور خاصة في نفسها تسعى اليها وتكون يعني عندها القبول ومقبولة بإذن الله تعالى. اما للمرأة فده دليل على انها تكون لها قدر ومكانة في مجتمعها الاسري، ولها كلمة ورأي، ويكاد ان هي تقود الاسرة، بس من طريق المحبة والمودة والترابط والاحترام والتقدير وما غير ذلك. طبعا بالنسبة للحذاء برضو الرياضي للمرأة المطلقة دليل على انها تكون مرغوبة لكثير من الناس، كثير من الرجال، تكون مطلوبة، هذه هي دي المرأة اللي هي المناسبة، تلاقيها مناسبة لجميع او كثير من الناس او كثير من الرجال، فتكون لها عليها الطلب. اما بالنسبة للمرأة الارمل فتكون هناك كثير من يقدم لها المساعدات والخدمات، لانها يعني محبوبة لله سبحانه وتعالى، فيكون هناك بعض تقديم الخدمات والمساعدات والمكاتفة برضو، ولها طلب برضو زي المطلقة، عندها يعني كثير او بعض من الناس، بعض من الرجال يتمنى الزواج بها او المشاركة في حياتها الزوجية. برضو اشارة بقى نرجع لجزئية معينة بيلفت لها بعض المشتركين معنا على القناة، بيقول لما حد بيبقى لابس الحذاء ده متسخ او حذاء لابس حذاء غيره، اذا كان الحذاء متسخ فهناك بعض الامور اما من خلافات او بعض امور غير واضحة في حياة هذا الشخص. طيب بالنسبة اللي انا واحدة مثلا لبست حذاء واحدة تانية، او واحد لبس حذاء الرياضي ده بتاع واحد تاني ومبسوط فيه، فده دليل على اني اشوف الرأي، اشوف الشخص صاحب الحذاء احواله ايه، فيكون حالي زي حال هذا صاحب الحذاء. عندما انا لابست خلاص وقمت من النوم وانا لابس الحذاء، فدليل ان حياتي هتتغير زي حياة هذا الشخص اللي هو صاحب الحذاء في الرؤية، فانا هشوفه حياته عاملة ايه. بس الحياة مش الحياة، كل الحياة بتاعته، ما ممكن فيه عنده مساوئ انت ما تتعلق لا تتعلق بيها بحاجة ما لهاش اي علاقة بيك خالص، او ليس لها علاقة بحضرتك خالص. ولكن ايه هي الحياة اللي هي ايه بالظبط، اللي هي الحياة العامة، الحياة اللي هي تعتبر اساسية، مش الفروع، واحد بيتفرع ويتدخل في امور مش موضوعنا، اللي هي اساسيات الحياة، اساسيات الحياة.
دي اصبح امور الحذاء الرياضي. اتمنى يكون حضراتكم استفدتوا من الفيديو، وارجو من حضراتكم اللي هو شاهد ويستفاد يكتب في التعليق استفاد ايه، واللي عنده اي استفسار يكتب، واللي عنده برضو حاجات احنا نسينا نتكلمش فيها برضو يكتب، واحنا ان شاء الله هنتكلم في الحاجات اللي انتوا تحتاجوها او تبقى عاوزين ديها اي فيديو ونشرحه فيه ان شاء الله تعالى. وباذن الله تعالى مع حضراتكم هنتواصل، وبيكو هنكبر، وبيكو هنستمر باذن الله تعالى. هذا والله اعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.